احبائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا اليوم بمول بابلون نقدم فقرات حلوه انا وزيوني طبعا. واليوم مول بابلون مقدم لكم هدايا حلوه وكارتات للالعاب طبعا، وايضا قناه شهاب الفضائيه محضره لكم هدايا كلش حلوه ومميزه. رمضان كريم عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. واليوم حلقه جديده وحلقه مميزه من برنامج صندوق شهاب اللي يعرض على قناه شهاب الفضائيه. قناه شهاب لما للاحباب. ابقوا يعني طبعا فقرات حلوه، ومو تنسون لا تروحون، اكو فقرات حلوه وهدايا كلش حلوه، تعالوا ويانا. اصدقائي واحبائي طبعا، تعالوا ويانا، تعال. وجدت بالغابه؟ ها؟ يلا تعال. اصدقائي واحبائي طبعا السلام عليكم. مثل ما تشوفون طبعا تعال صديقتنا، طبينا بالمغاره ولقينا صديقتنا طبعا، نقولها رمضان كريم عليك. عافيه. يلا نجمي، شو اسمك؟ هلال. يا صف. تمهيدي. عافيه بالتمهيدي طبعا. اذا صديقتنا حافظه نشيد؟ اي. ها؟ يلا احنا شنو هو طبعا؟ نريد بصوت عالي. اوكي. يلا. نشيد تعيش مدرستي. عافية. إذا صديقتنا طبعا فازت ويانا بجائزة كلش حلوة، لأنه هي طبعا فرحانة وحافظة نشيد وكانت ويانا بالغابة. زيوني. نعم. افتح الصندوق. وخلي نشوف الجائزة شنية. ولا الجائزة؟ هاي جائزة طبعا. هذا كارت مقدم من مول بابلون طبعا لصديقتنا. راح تلعبين بالملاعب، بكل الملاعب راح تلعبيها بهذا الكارت. يلا قولي لهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم. عافية. باي باي. يلا اذا اصدقائي واحبائي، مثل ما تشوفون طبعا الجوائز كلش حلوة والهدايا حلوة. طبعا انا هذا جبته وياي من الغابه. زيوني. نعم. امشي خرج على الماما والبابا اللي يسقطي، قاعد يبكي هو وامه وابوه قلقانين عليه. امشي يما الله. امشي. اصدقائي واحبائي، رجعنا طبعا وياكم حلقه جديده وحلقه مميزه من قناه شهاب الفضائيه وبرنامج صندوق شهاب. طبعا احنا اليوم بهالاجواء الرمضانيه، الاجواء الحلوه، الاجواء الجميله والمباركه، نلتقي بصديقنا ونقول له رمضان كريم عليك. علينا عليكم. عافيه. شو اسمك؟ حسين. حسين. يا صف. سادس. ما شاء الله، يعني شاطر. ايه. زين، تحب كل الدروس؟ لو اكو درس ما تحبه؟ كلهم. كلهم؟ احسنت، هذه معناها انه انت شاطر وتحب الدراسه. زين، شنو طموحك يصير من تكبر؟ دكتور. دكتور؟ اصدقائي طبعا صديقنا يقول انا اريد اصير دكتور. زين دكتور ماليش؟ اسنان. والاسنان؟ يعني انا اذا اسنوني توجعني اجيك؟ اي تفضل. زين، راح اسالك سؤال بخصوص الاسنان. الاسنان شنو السبب اللي يخلي الاسنان تسوس؟ الاكل. الاكل؟ زين، احنا كل شيء ناكل، شنو الاكل المميز اللي يأثر على الأسنان ويخليها تتسوس وتنحفر وتتلف؟ حلويات. حلويات. شفتوا أصدقائي، الحلويات مضرة للأسنان، وإذا صارت بكثرة مضرة للجسم أيضا تصير. أنتم ما عليكم بيا طبعا، أنا ما أكل حلويات هواي. زيوني. أنا أكل حلويات؟ لا أبد أبد. صحيح. يعني شنو قصدك؟ يعني قصدي تأكل هواي. أكل هواي حلويات؟ هي. مو قدام اصدقائنا، بعدين انا وياك بعدين، بس كنت اصدقائي اكل حلويات هواي. مو ضام لك باكيت مال حلويات؟ يهمين. صح. انا بس هو مضر الحلويات، بس احنا لازم نسوي جدول، ناكل اكل قليل من الحلويات، والاهم من هذا طبعا انه احنا نفرج اسناننا قبل ما ننام. صحيح. حتى بعد ينتهي الطعام بالنسبه لنا، مو صحيح؟ صحيح. زين، هسه اصدقائي واحبائي خلينا نسال الصندوق
ونشوف شنو السؤال، لانه لا تنسى ترى عندنا هدايا وجوائز حلوه. ابقوا ويانا. وقف بابا، وقف زيوني. سؤال، سؤال يقول اصدقائي واحبائي، طبعا سؤالنا يقول، ركز وياي، السؤال يقول: عدد الركعات خمس صلوات في اليوم، طيب كم ركعة في اليوم الكامل كله؟ كم ركعة من الصلوات في اليوم؟ هل هي 20 أم 30 أم 17؟ أحسنت، 17 ركعة خلال اليوم الكامل. إذن صديقنا فاز ويانا، ونقول لك ألف مبروك، ويا رب إن شاء الله تصير أحلى دكتور وأكبر دكتور، ونجي نسوي يمنا أسناننا ببلاش؟ إي تعال نسويهن يمك؟ ببلاش أكيد؟ إيه. وتاخذ من عندنا فلوس؟ لا ما آخذ. زين، إذا جاك فقير وقال لك أنا ما عندي إمكانية تعالجه؟ خصوصاً أنا أساعد الفقراء بالأسنان. أحسنت، يا رب إن شاء الله تحقق كل أمانيك، وألف ألف مبروك. زيوني جيب الهدية لصديقنا. أصدقائي وأحبائي، طبعاً مساعدة الناس ومساعدة الفقراء طبعاً هذه بركة، وصديقنا يقول أنا إن شاء الله من أكبر أساعد كل الناس وكل الناس اللي محتاجة والفقراء، حتى الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. ونقول لك رمضان كريم عليك، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. إذن أصدقائي وأحبائي، مثل ما تشوفون طبعاً صديقنا فاز ويانا بجائزة مقدمة من قناة شهاب الفضائية، وأيضاً أكو هدايا مقدمة من مول بابلون، كارتات للألعاب، كارتات جميلة طبعاً وألعاب كلش مميزة بمول بابلون. إذن ابقوا ويانا طبعاً، فاصل ونرجع لكم. أصدقائي وأحبائي، طبعاً رجعنا وياكم ببرنامج صندوق شهاب. مثل ما تشوفون طبعاً إحنا اليوم قاعد نلتقي بأصدقائنا الجدد، ودنقولهم رمضان كريم عليكم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. إذن أصدقائي نلتقي بصديقنا ونقول له: إلزم، رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. شلونك يا صديقي؟ الحمد لله. أنت متابع قناة شهاب الفضائية؟ إي نعم. أحسنت، زين، برنامج صندوق شهاب تتابعه؟ شفت الهدايا اللي فيه؟ إي. شو تقول؟ أنت اليوم تفوز ويانا؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، فعلاً وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي شيء نريد نسويه، أي شيء نريد نعمله نقول إن شاء الله. فإن شاء الله يا رب تفوز ويانا، ونقول لك أريدك تصير سبع، هسا أريد تعرفنا على اسمك وبيصف وشنو المادة اللي تحبها من مواد الدراسة. اسمي حكيم، صف ثاني متوسط، وأحب كل المواد يعني. كل المواد؟ إيه. أحسنت، زين، صديقنا حكم، سؤال كلش مهم طبعاً، إذا فزت ويانا إلك جائزة، شو تقول؟ مستعد؟ مستعد. إذن أصدقائي، ابقوا ويانا نشوف صديقنا حكم يقول أنا مستعد، شو تقول تفوز؟ إن شاء الله. إذن خلنا نروح للصندوق ونسأله. سؤال. أصدقائي وأحبائي، طبعاً السؤال كل سهل وسؤال حلو، سؤالنا يقول، ركزوا وياي لأنه بي جائزة، السؤال يقول: بنى رسول الله المسجد والمسلمون، أول مسجد بناه رسول الله، ركزوا وياي، أول مسجد بناه رسول الله والمسلمين، هل هو المسجد النبوي أم مسجد قباء أم مسجد الكوفة؟ مسجد قباء. مسجد قباء، ألف مبروك، وفزت ويانا طبعاً الجائزة كلش حلوة، ونقول لك يا رب إن شاء الله تحقيق الأماني. إذن أصدقائي وأحبائي، صديقنا فاز ويانا، وعندنا صديق أيضاً طبعاً نريد نلتقي به، ونقول له رمضان كريم. أيوة. شو اسمك؟ أمير. أمير، صديقنا اسمه أمير. أموري، أنت بيا صف؟ أول. أموري، واحد زائد واحد؟ إي. ها؟ شقد؟ هواي. أصدقائي، إذا صديقنا يقول نقول له واحد زائد واحد، يقول هواية. طبعاً، لأن هم على قد هو صغير وهم هواية، فنقول ألف مبروك، وين الجائزة؟ وهاي الجائزة،
صديقنا ونقول له مبروك هاي الجائزة. طبعاً أصدقائي وأحبائي، الجائزة مقدمة من قناة شهاب الفضائية لأصدقائنا المتسابقين، وهاي الجائزة إلك. يلا قولهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم. صحة والعافية إلك إن شاء الله، وألف مبروك ومع السلامة. باي باي. شكراً. إذن أصدقائي وأحبائي، طبعاً ما زلنا مستمرين بتقديم الهدايا والجوائز الحلوة، وزيوني طبعاً محضر له مفاجأة كلش حلوة. زيوني. نعم. محضر لك باكيت مال حلويات كل كبير، بس بشرط. نعم. الحقني وتاخذه. أصدقائي وأحبائي، طبعاً رجعنا وياكم بعد ما لعبنا وافترينا، ونقولكم رمضان كريم عليكم. رمضان المحبة، رمضان السعادة والبركة. بابا. نعم. شو قلت تعطيني الحلويات؟ أنا مو قلت لك الحقني واخذ الحلويات أنت. إي لحقتك، لزمتك. لا لزمتك. هسه هذا الحكي قدام المتسابقين، بعدين أنا وياك زيوني. أصدقائي طبعاً زيوني يريد ياخذ الحلويات مالتي وينهزم، بس هو ما لزمني، شو أسوي له؟ زيوني. ها بابا. بعد الفقرة أنا. لا بابا لزمتك. أنا أعطيك الحلويات بعدين أتدلل. إذن أصدقائي وأحبائي طبعاً إن شاء الله يا ربي صحة والعافية لكم، ونقول رمضان كريم عليكم، ونلتقي بصديقتنا. رمضان كريم عليك. رمضان كريم. شو اسمك؟ فاتن. فاتن. فاتن ياسف. تمهيدي. ما شاء الله. زين أنت تحبين الدراسة والقراءة؟ كلش. عافية. فاتن أنت بياس شقد عمرك وبديتي تدخلين للروضة؟ زيروني؟ خمسة. عمرك 5 سنوات؟ زين، ايش علموكم هناك بالتمهيدي؟ دقي دقي يا طبول. إذا أصدقائي وأحبائي طبعاً صديقتنا معلميها نشيد كلش حلو اسمه دقي دقي يا طبول، أنا هاي حافظها طبعاً من كنت صغيروني. زيوني؟ نعم. حفظوا لك إياها بالروضة؟ لا. حفظوها؟ لا. لا أنا حفظوا لي إياها. يلا نريد نسمع دقي دقي يا طبول. يلا إلى أصدقائنا ابتسامة حلوة. يلا. دقي دقي يا طبول اسمعيني ما بقول، في السنة 4 فصول، الشتاء والربيع ثم الصيف والخريف. أحسنتي، ثم الصيف والخريف. زين تحبين الشتاء لو الصيف؟ الشتاء. الشتاء. بس الشتاء بارد. أحب الثلج. الثلوج. صديقتنا طبعا تحب الثلج وتحب الثلوج. زين انتي هم لعبة بالثلوج قبل؟ تروحين للثلوج نلعب ثلوج؟ اذا اصدقائي طبعا راح نروح انا وصديقتنا نلعب بالثلوج، ونقولكم تعالوا انتوا هم ويانا حتى تلعبون بالثلوج. وين الهدية؟ هاي الهدية. طبعا هاي الهدية مقدمة من قناة شهاب الفضائية لصديقتنا الشاطرة. تفضلي. شكرا. عفوا. قولي لهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم، والف الف مبروك، وابقي وين تروحين؟ قولي لهم يلا باي باي. انتوا هم باي باي، تعالوا انا خلينا نلعب بالثلج، نروح ندور على الثلج. بس بابا احنا اليوم صيف ماكو ثلج. ماكو ثلج؟ اي بعد امشي خلينا نفطر كلنا. يلا تعال امشي ويانا. يلا امشي. يلا امشي. أصدقائي وأحبائي طبعاً رجعنا وياكم بقناة شهاب الفضائية. إحنا اليوم طبعاً بمول بابلون، هدايا حلوة مقدمة من القناة، وجواز أيضاً مقدمة من مول بابلون لأصدقائنا الطيبين. برنامج صندوق شهاب، وابقوا ويانا طبعاً، ونلتقي بصديقنا علي. صديقنا اسمه علي علاوي. أنت بياصف؟ سمد يابا. عافية. زين هسا أنت هذا اللي ساعده، هذا ياكل لحوم لو ياكل نباتات؟ نباتات ولحوم. ها؟ تعال حبيبي. نباتات ولحوم. نباتات ولحوم، يعني الكبار اللي عندهم اسنان كبار ياكلون لحوم، والصغار ياكلون. يلا يلا قول قول ايش ياكلون؟ نبات. نبات. نبات وفواكه وخضروات. زين ايش علموك بالتمهيدي؟ علموك تحكي مثلا قصيده او شعر، شنو تعرف؟ يعني
سوره فاتحه وسوره اخلاص. اصدقائي واحبائي، طبعا صديقنا يعرف سوره الفاتحه وسوره الاخلاص. طيب تقدر تقرا لنا سوره الفاتحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. ألف ألف مبروك، ويا رب إن شاء الله يحفظك ويحميك، لأنه أنت طبعاً مجتهد وتحب القرآن. أحسنت، وتحفظ القرآن الكريم. طبعاً إحنا كنا لازم ما نعيش حياتنا هيجي نلعب ونمرح، لازم نخلي عيوننا على كتاب الله العظيم ونحفظ. نحفظ لم نحفظ لنا آية قصيرة، باش نحفظ آية كبيرة، شوية شوية نخلي القرآن يعيش بقلوبنا وبروحنا. يا رب ان شاء الله يحفظك القرآن الكريم. وانت طبعا انا ما اعرف شنو الجائزة، لكن خل نفتح الصندوق ونشوف جائزتك شنو هي. اصدقائي واحبائي، طبعا مثل ما تشوفون الجائزة مقدمة طبعا من مول بابلون، كارت العاب صديقنا يفتر به بكل الملاعب. هذا الكارت إليك، وألف مبروك. قل لأصدقائنا، قل لهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم، رمضان كريم على أجمل ابتسامة شايلها صديقنا. يلا الله يحفظك الماما وبابا، قل لهم باي باي. يلا حتروح بالتنين أو تروح مشي؟ بالتنين؟ هذا التنين لازم تطيع أكل ويروح، شو اللعب؟ يلا بابا هذا التنين، خليها هاي اللعبة. ما يشتغل، ما يشتغل. بس فهمني انت ايش تاكل حتى قاعد تمشي؟ ما يصير، انت باقي هنا وقاعد، ولا صرختي قاعد هنا على يريد يمشي يطلع يفطر، ما يصير ترى. شو تقول؟ اصدقائي طبعا هذا صديقنا الديناصور يقول انا طبعا بعدني ما ماكل، وان شاء الله بس اكل واشبع اخذ صديق ونفطر. عوف انزل من عند، انزل انزل انزل. هذا الكارت لك، باي باي. اصدقائي طبعا الديناصور ورطنا، احنا عبالنا يفطر حتى نروح نلعب وياه، بس ماكو. ابقوا ويانا طبعا ببرنامج صندوق شهاب وفقرات حلوه ومشتركين جدد، ابقوا ويانا. اصدقائي واحبائي طبعا رجعنا وياكم ببرنامج صندوق شهاب، وطبعا نلتقي بصديقتنا ونقولها رمضان كريم عليك. هاتي اسمي. شو اسمك يا اموره؟ شادن. عافيه، انت بيا صف؟ الف. صف الاليف، زين. ايش علموك؟ يلا قولي يا اصدقائنا ايش علموك بالروضه؟ الف والباء. لا وينها مال بابا يا بابا؟ بابا يا بابا، يا امك بابا، انت بليع انت شبابا، بابا يتعب حتى نكبر. يلا قولي كملي. بابا بابا يا امك طابة، انت بديع انت شبابا، لي ولاجل الوطن الغالي، بابا يتعب حتى نكبر، وطني الغالي وطني الاكبر، وطني الاكبر. الف مبروك طبعا لصديقتنا الاموره، فازت ويانا بهديه كلش حلوه. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليكم. الله تقول لي رمضان كريم عليكم. يا رب ان شاء الله صحه والعافيه اليك. تساعدين ماما وبابا بالبيت؟ عافيه، زين. احنا عندنا طبعا سؤال حلو اليك، واحد زائد اثنين ثلاثة. ثلاثة، ألف مبروك طبعا. ويمكن أبوها بابا غششك؟ لا ما حد غششها، هي شاطرة أصدقائي، هي شاطرة طبعا. وراح نشوف الصندوق شو مقدم لها من هدية حلوة. إذا نبقوا ويانا طبعا خلينا نشوف الصندوق.
أصدقائي وأحبائي طبعاً، والهدية كلش حلوة صديقتنا، كارت ألعاب. أنت راح تلعبين بكل الملاعب هذا الكارت. حتروح تلعبين؟ من وياك يلعب؟ أخوك كبير ولا صغير؟ صغير. صغيروني، أخوه راح يلعب وياها طبعاً. وألف مبروك فازت ويانا، ورمضان كريم عليكم، والصحة والعافية إن شاء الله. إذن أصدقائي نقول لك باي باي. باي باي. يلا باي باي قولي لأصدقائنا. يلا روحي. أصدقائي وأحبائي طبعاً مثل ما تشوفون أصدقائنا ما شاء الله شاطرين وحافظين. زيوني؟ نعم. أريد أعرف يا نشيد، أنت حافظ من كنت صغير؟ هواي هواي. إذن أصدقائي طبعاً فاصل ونرجع لكم. أصدقائي وأحبائي طبعاً رجعنا وياكم ببرنامج صندوق شهاب، برنامج المحبة، برنامج المعلومات والأفكار الحلوة. إذن أصدقائي نلتقي بصديقنا ونقول له رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليكم علينا. عافية. شو اسمك؟ داجيار. يا صف رابع ابتدائي. ما شاء الله شاطر؟ إيه. أكيد؟ أكيد. تحب الدروس كلها؟ إيه. زين، تحب المعلمة والمعلم مالتك؟ طبعاً. عافية. صديقي أنت ويانا طبعاً برنامج صندوق شهاب، برنامج بأسئلة حلوة ومعلومات حلوة. إحنا نريد، أنا ما راح أسألك سؤال، بس أريد أعرف شنو اللي حافظ آية قرآنية أم حافظ نشيد؟ سورة قل الله أحد. إذن أصدقائي طبعاً صديقنا يقول أنا حافظ قل هو الله أحد. يلا هسه نريد طبعاً بابتسامة حلوة وبصوت عالي تقرأ لنا الآية. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذن ألف مبروك، ونقول لك إن شاء الله رمضان كريم عليك. عليك. زين، إيش تتمنى تصير من تكبر؟ أريد طيار حربي دافع عن بلدي أحميه. عافية. عافية. شو تصير؟ طيار حربي. طيار حربي؟ إيه. وتدافع على بلدنا العظيم؟ نعم. عافية. إذن صديقنا طبعاً أمنيته أنه يصير طيار حربي ويدافع عن هذا البلد العظيم، عن عراقنا الحبيب. ويا رب إن شاء الله نشوفك طيار تفتر بالسماء وتحمي العراق وتحمينا. ونقول لك رمضان كريم عليك، وهاي هدية طبعاً مقدمة من قناة شهاب الفضائية. وألف مبروك، وقول لأصدقائنا قول لهم باي باي. يلا. إذن أصدقائي طبعاً مثل ما تشوفون صديقنا طبعا امنيته كلش حلوه انه يحمي هذا البلد ويصير طيار ويدافع علينا، ويا رب ان شاء الله تحقيق الاماني. اذا زيوني. نعم. شو تقول؟ تتمنى تصير طيار انت لو تتمنى؟ طيار حربي. طيار حربي. اذا راح اصعد ويا بابا واصير طيار حربي. وابقوا ويانا طبعا ببرنامج صندوق شهاب، صندوق شهاب لما للاحباب. أحبائي رجعنا وياكم من برنامج صندوق شهاب، ونلتقي طبعا بصديقنا ونقول له رمضان كريم عليك. وعليكم إن شاء الله. إزام يا صديقي. يلا نريد طبعا توجه الكلمة لأصدقائنا وتقولهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء عافية. الله. عافية. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن عمار. عافية. يا صف؟ ثالث. صف الثالث ابتدائي. شاطر؟ قريت اليوم دروسك؟ اليوم عطلة بس أنا قريت. يعني راجعت؟ اي راجعت. إذن أصدقائي هذه معلومة كلش حلوة. يقول صديقنا إنه أنا اليوم عطلتي، لكن هو بالعطلة مالته استغلها وبدأ يقعد شوية يراجع دروسه. ليش؟ حتى ثاني يوم من يداوم مرتاح ويعرف كل المواد. مو صحيح؟ صحيح. زين، هسا نريد نعرف أنت شنو هواياتك؟ هواياتي هي السباحة، الرسم، وكتابة القصص. إذن قل لأصدقائنا قلهم. أنا هواياتي الرسم والسباحة وكتابة القصص. يعني أنت عندك موهبة أن تكتب قصص من أنت صغير لو هسه بديت تكتب؟ يعني لما كنت صغير وني كنت أنا أكتب قصص، بس
يعني بلغة إنجليزية. من اللي ساعدك وخلاك إنه تنمي هاي الموهبة عندك بالكتابة؟ أنا كان عندي موهبة بالرسم، فأنا قررت إنه أكتب قصة. يعني جبت ورقة يعني أكتب بيها بالصفحة الأولى، وراها أقلبها وأكتب بي وأكمل بيها القصة. عفيف، من ساعدك بالبيت؟ بكتابة القصص. خلاك إنه صار عندك موهبة ودعمك إنه تخليك حتى تكتب القصص. يعني هو أني اللي رديت أكتب قصص، هو أني. عافية، شفتوا أصدقائي إنه فريقنا عنده موهبة كتابة القصص، فهو بدأ ينمي هاي الموهبة ويكبرها شوي شوي إلى أن يصير مؤلف كل كبير. إذن راح أسألك سؤال وتجاوبنا عليه. قوي بالرياضيات لو وين؟ يا مادة؟ اسألني بمادة التاريخ. مادة التاريخ؟ عن الديناصورات. أحسنت. إذن أصدقائي، طبعاً صديقنا طلب سؤال كل الصعب وقال اسألني بمادة التاريخ القديم، يعني بعصور الحجرية والديناصورات. زيوني؟ نعم بابا. يجينا هذا الديناصور اللي... لا بابا، أنا حكيت ويا راح يجي. أكو ديناصور هنا لو ماكو؟ أي بابا أكو. أنت شو بدك؟ أكو ديناصور هنا؟ كان أكو بس أنا ما أعرف وين راح. راح همزين راح. إذن احكي لنا عن الديناصورات، شنو السبب إنه هاي الديناصورات انقرضت؟ السبب إنه الديناصورات انقرضت إنه يعني نيزك إجا هاي دمر، يعني دمرهم وخلاهم هيكل عظمي. يعني نيزك راح نيزك، فهو دمر كل يعني النباتات، فهم ما قدروا ياكلوا، ودمروا الحيوانات الاخرى المفترسين انهم ما يقدرون ياكلوا. زين الديناصورات والتنانين، شو تقول الديناصورات اكو كان بيهم حيوانات اليفه لو كلهم حيوانات متوحشه؟ يعني مو كلهم حيوانات متوحشه، نصهم اليف ويعني نصهم نباتي، النصف الآخر يعني متوحش يأكل البشر يأكل اللحم. سمعتوا؟ يقول إنه أكو نصهم يأكلون بشر ويأكلون لحم. إذن ويأكلون ديناصورات هم من الأخرى. هم هم يأكلون ديناصورات صغار؟ إيه، يعني مو هم مفترسين. يعني أصدقائي طبعاً مثل ما تشوفون إنه صديقنا يقول أكو ديناصورات تأكل ديناصورات صغار اللي هي أضعف من عندها، مو؟ صحيح. زيوني؟ نعم بابا. قول لأصدقائنا، قول لهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. أنا خاف من الديناصورات. زيوني، انطي الهدية صديقنا، انطيه إياه. ما يخالف. يا ما يخالف، أنا خاف من عدم، تدري شنو أخاف؟ هم انقرضوا. انقرضوا؟ يعني ما خاف. زين؟ يعني ماكو ولا ديناصور؟ بس بابا، صديق الديناصور راح يجي. أصدقائي أنا يعني انا شاك بالموضوع انه اكو ديناصور هنا. هذا ديناصور مو حقيقي، هذا بس لبس. وينه؟ بس لبس؟ اي بس لبس. اذا قول لاصدقائنا، قول لهم رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم وعلينا. باي باي. باي. اعطيني اياها. اذا اصدقائي صديقنا طبعا انطانا معلومه وخلاني اخاف من عندها، يقول انه اكو ديناصورات متوحشه تاكل حتى الديناصورات. اذا هي تاكل ديناصورات معناها حتى اليها بتاكلني، مو صحيح؟ اذا انا راح انهزم وخلي زيوني هو يقدم البرنامج. بابا تعال، بابا أليفات. ماكو أليفات بابا، كلهم متوحشات، كلهم متوحشات. أصدقائي طبعا بابا ما أدري وين راح، خافوا من ديناصورات وراح، حسنا شلون أقدم والولد موجود؟ قال لازم يجي بابا. وين راح؟ الساعة منو راح؟ بابا وين رحت؟ كير 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 كير. طبعا زيوني انت ما تعرف شو اللي صار، انه انا بدي امشي بالغابة ولقيت هذا الفيل خطيه يبكي وصيح ماما ماما اريد ماما ودوني على ماما، وانا طبعا مثل ما تشوف جبته ويانه. الزم هذا الفيل طبعا حباب وبقي
أصدقائي طبعاً أهلا وسهلاً بكم طبعاً، ورجعنا ببرنامج صندوق شهاب. بابا وين كنت؟ كنا ندور عليك. إيش ما تدري؟ لا ما أدري. معقولة ما تدري؟ شكو؟ غير الديناصورات ركضن ورايا كلهم ورادوا ياكلوني. بس لا أنا بابا ما يدون ياكلوك، هذول أصدقائي يدون يسلمون عليك. يسلمون علي؟ إي بابا. تغير تقول حتى ألعب وياهم لعب. لسه منتظرك بالغابة. إذن أصدقائي طبعا مثل ما تشوفون الديناصورات منتظريني بالغابة. ناخذ الفيل ويانا؟ اي يلا ناخذ الفيل؟ ناخذ صديقنا همية. إذن أصدقائي وحبائي طبعا نقول رجعنا وياكم من برنامج صندوق شهاب، ونلتقي بصديقنا ونقول لك مساء الخير. لا عفوا ما لازم نلتقي بصديقنا الولد مو بالفيل ما يصير. يلا ونلتقي بصديقنا ونقول له مساء الخير. مساء النور. عافية. يلا الزم انطيني يا الفيل هذا خطيه خافي ضوجك هذا حباب. يلا نريد نتعرف عليك. اسمي يحيى عمر. عافيه. اي يلا احكي للكاميرا قول اسمي يحيى عمر. عمر باسي عبد الرحيم ثابت نعمان عبايدي. زين يا صف ثاني. عافيه بصف الثاني. زين احكي لنا انت شنو امنيتك بالحياه؟ شنو ايش تتمنى تصير من تكبر؟ بروفيسور. احسن صديقنا طبعا يقول انا امنيتي انه اصير بروفيسور. طيب راح تتميز بيا ماده؟ بالرياضيات العلوم. ما شاء الله ان شاء الله يا ربي ما طول انت مصمم وعندك الاراده ان شاء الله تصير بروفيسور كبير وتصير متميز طبعا وشاطر. زين صديقنا احنا نريد نعرف شلونك بالدراسه برمضان؟ شلونك حياتك شلونك برمضانيه؟ زين زين ان شاء الله الف الحمد لله. وايضا بالفطور الساعه ما تعدون المائده في الطعام؟ اي عافيه. زين احكي لنا شنو بعد تحب تصير غير بروفيسور؟ يعني بس بروفيسور. وبعد عندي معرض سيارات. طيب اي بس اذا نقول لك ان شاء الله يا ربي تتحقق كل امانيك، وراح نشوف الصندوق طبعا ايش راح ينطينا من سؤال، لانه ما يصير انا اعطيك جائزه اذا ماكو سؤال. مو اي عادي. عافيه مستعد؟ اذا صديقنا مستعد يقول راح نشوف السؤال شنو ونرجع لكم. ايه اذا اصدقائي صديقنا يقول انا شاطر بماده الرياضيات، وسؤالنا بماده الرياضيات. ركز ويانا. يلا ركز. اي عافيه. السؤال يقول 6 اي زائد 6 12. صحيح 6 زائد 6 يساوون 12. الف مبروك طبعا وفزت ويانا بجائزه كلش حلوه. شو تقول انطيك هذا الفيل الحباب لو انطيك الجائزه بالصندوق؟ الجائزه بالصندوق. اذا اصدقائي واحبائي طبعا صديقنا يقول انا اريد اخذ الجائزه بالصندوق، وخلنا نشوف شنو هي الجائزه. هسه شو تقول انطيك الجائزه بالصندوق لو انطيك الفيل؟ الجائزه بالصندوق. اذا الجائزه طبعا العاب مقدمه من مول بابلون صديقنا. الف مبروك. شكرا. يا رب ان شاء الله تحقيق الاماني ونشوفك بروفيسور. وكل اصدقائنا اقول لهم رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. يلا كمل. وكل عام وانتم بخير. عافيه كل عام وانتم بخير والصحه والعافيه ان شاء الله. وهسه طبعا تاخذ الكارت وتروح تلعب بكل الملاعب. يلا باي باي. اصدقائي طبعا واحبائي يا رب ان شاء الله الصحه والعافيه لكل اصدقائنا. بما انه طبعا انه زيوني دي يقدم البرنامج. تفضل بابا. نعم بابا. طبعا انا بابا بس اعذرني اروح اودي خطيه هذا الامه لين قام يبكي. لا بعد اروح اشوف اصدقائي. من امه؟ ديناصورات. زيوني. بابا. الديناصورات اذا طلعوا يعضون. لا بابا. وشكونهم كبار اعاقبك بالبيت. لا ما يعضون. يعضون؟ اي. يجي ويانا؟ اي. ابقى انت طبعا. انا اصدقائك بس اودي الدينا القطيه الفيل الماما لين قام يبكي اوديه وارجع لكم. ابقى انت هنا. كم باقوه خليني اجي وياك.
رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بألف خير ببرنامجنا صندوق شهاب وقناة شهاب الفضائية. يا رب ان شاء الله تحقيق الأماني، ونقول رمضان كريم عليكم، ونلتقي بحلقة جديدة من برنامج صندوق شهاب اللي قدمه عمو مهند وزيوني. بابا ها بس انا اقدر اروح العب. نروح نلعب ونتونس كلنا طبعا. باي باي.